تزامنا والتهديدات الأمنية الجديدة والتوترات الجيوسياسية التي يعيشها العالم، نظم مجمع سوناطراك يوما دراسيا حول تأمين المنشآت الطاقوية في الجزائر بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني وممثلي الشركاء ومختلف الأطراف الفاعلة في المجال الطاقوي. إن الدولة تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية، وقد سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات، لا سيما عن طريق عدة قوانين تؤطر النشاطات القطاع الطاقة والمناجم. ولقد أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية إلى عدة هيئات مختصة تتمتع بالكفاءة. سوناطراك تستثمر يعني أموال مهمة كذلك في هذا المجال، أكثر من تقريبا 58 مليار دينار جزائري في سنة 2021 لتأمين هذه المنشآت، أكثر من 22 ألف فرد يؤمن هذه المنشآت. هذه المنشآت هي عبارة عن مناطق صناعية، عن مصانع للإنتاج، وكذلك شبكة قنوات مهمة، أكثر من 22 ألف كيلومتر من القنوات يجب تأمينها وحمايتها على مدار السنة ومدار اليوم. اليوم الدراسي كان فرصة لإبراز دور الجيش الوطني الشعبي في حماية الاقتصاد الوطني والمنشآت النفطية والغازية من خلال تأمين المناطق الحدودية والتصدي لبقايا فلول الجماعات الإرهابية. لا يفوتني أن أنوه بالعمل الجبار والدور الفعال والحاسم الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي معنا في حماية المنشآت والأملاك الوطنية والأفراد. التهديدات الأمنية والتهديدات الإرهابية تستدعي وتتطلب تضافر جهود الجميع، جهود جميع الدول وتضافرها وتنسيقها وتكاملها، وتحتاج أيضا إلى بلورة استراتيجيات وطنية خاصة بكل دولة لمجابهة هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب، وهو ما عملت عليه بلادنا من خلال تبني مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في ظل الرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. التحديات الجديدة بالنسبة لقضايا الأمن الطاقوي استوجبت تبني استراتيجيات وآليات لمواجهة هذه التهديدات، وهي نفس الرؤية المستقبلية لمجمع سوناطراك الذي يواصل تحديث أجهزته وتكييفها مع الأنظمة التكنولوجية الحديثة لمنظومات المراقبة عن بعد.